أهلا بكم من جديد. نعود إلى الحدث الأبرز في المنطقة وفي أسواق الإمارات. تداول سهم سالك اليوم في أولى جلسات التداول له كان يرتفع بعشرين بالمئة في أول ساعة تداول له، لكن في هذه الأثناء لازال السهم يحافظ على ارتفاعات بنحو يعني بين 14 و15%، كما نشاهد الآن فوق سعر الطرح 2.30 درهم. نتابع المزيد طبعا حول تداولات هذا السهم مع الزميلة ماري سالم التي تنضم إلينا من بيروت، محللة مالية في الشرق للأخبار. صباح الخير يا ماري. اليوم خلينا نقول شو المختلف في تداولات سهم سالك عن باقي الشركات اللي كنا تابعنا طبعا تداولاتها أو طرحها في سوق دبي المالي. صباح الخير محمد. يعني فعلا مثل ما ذكرت انت ببدايه المقدمه تبعك انه الخبر الابرز او الحركه الابرز اللي عم نشهدها اليوم هو بدء التداول على سهم سالك. يعني اذا بنطلع في عنا اسهم سوق دبي المالي وسالك بالتداولات اليوم يعني تقريبا بحدود ال 360 مليون درهم تداولات بسوق دبي المالي على سالك، بالوقت يلي التداولات على الاسهم الباقي ما تخط 50 مليون. الملفت بسالك الافتتاح القوي أحجام تداول قوية كانت اليوم محمد، يعني اللي عم نشوفه بعد إقبال جدا قوي من قبل المستثمرين على حمل هذا السهم، بعكس ما كنا عم نشهد يمكن بالاكتتابات السابقة أو تحديدا يمكن بتيكوم أو ديوا يلي هلأ يعني سنة تقريبا على سعر الإدراج تبعه يلي كان بوقتها عم تم عليه. هلأ الملفت أنه تحديد السعر تبع سالك ساعد كتير المستثمرين في تقييم الشركة وتقييم البوتنشل أو القدرة على الارتفاع بالأسعار أو حتى نوصل لمستويات عالية بهذا السعر. يعني في كان عنا نحن بالبدايات وقت كان عم بيكون في اكتتابات كان في رينج أو نطاق سعر للاكتتابات عم بيصير بسالك، ما صار هذا الشيء، تحدد السعر منذ البداية وكان الأول مبين شو هي التوزيعات اللي ممكن أن الشركة تكون عم تخطط لها، وحتى التعديلات اللي صارت كرمال زيادة الربحية تبع الشركة كانت واضحة بالنسبة للمستثمرين. فعم نلاقي هلأ إقبال جدا كبير من قبل المستثمرين إنه يشتروا، خاصة إنه بأول نهار تداول بالأسواق الإماراتية ما في عنا ليمت عالي أو ليمت أب ليوصل لإله السهم. في عندك خلص الدنيا مفتوحة، ممكن يوصل للسهم للعشر دراهم إذا كان في عليه هذا الطلب الزخم وكان في عندك يعني مستثمرين عم بيبيعوا. هلأ في شغلة إنه نحن اليوم في عنا اليوم تداول وبكرة في تداول ومن بعدها في عنا بداية الاكتتاب على سهم برجيل يلي حيكون مدرج بسوق أبو ظبي. فأنا بتخيل إنه من 30 لأربعة ممكن نشهد زخم على سهم سالك، خاصة إنه ما عم بيكون في ضخ سيولة جديدة بقلب الأسواق بالاكتتابات الجديدة، عم بيكون دائما تقلب بالمحافظ يعني تقليب بوزيشنز، عم نلاقي بكثير في بيع بأماكن معينة لحتى يتم الاكتتاب باكتتابات جديدة. فمتخيل إنه حنضلنا عم نشوف شوية زخم عليهم لسهم سالك بهول اليومين اللي جايين قبل ما يتم إغلاق الاكتتاب بأربعة أكتوبر على برجيل. عدا عن هيك يعني الكل بيعرف المستثمرين اللي حيبقوا حاملين سهم سالك هن long term investments اللي عندهم قناعة بربحية الشركة واستمراريتها الناجحة اللي حتضمنهم توزيعات بتتخطى 6% اللي هي كانت مطروحة لتيكوم حتى لديوا. فبدنا نشوف يعني في عنا يومين حيكون في كتير من المضاربين بقلب الأسواق عم بيتداولوا، وفي عنا كتير من المستثمرين ممكن يكونوا عم بيشتغلوا day trading. فخلينا نشوف كيف ممكن بين اليوم وبكرة ينتهي الوضع على السهم. يعني اليوم وبكرة ومستقبلا يمكن ماري، يعني باختصار إذا سمحت. أكيد أكيد مستقبلا، بس أنا عم بحكي اليوم وبكرة على أساس بكرة نهاية الشهر كمان وممكن بلش نشوف الاكتتابات على برجيل. ماري أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة ويعني وضعنا في صورة تداولات سهم سالك.